أكدت الدكتورة علا عز الدين زوجة المخرج رأفت الميهي إنه تعرض لتدهور في حالته الصحية وأصيب أكثر من مرة بغيبوبة وفقدان الوعي لمدة وصلت إلى 24 ساعة متواصلة. علا طلبت المسؤولين بتجديد قرار علاجه على نفقة الدولة لأنه خلاص هينتهي خلال أيام، وهي كمان إن حالته الصحية في تدهور وما تحسنتش من يوم دخوله مستشفى القوات المسلحة. تجرى حاليا على المسرح العايم بروفات مسرحية غيبوبة اللي هيرجع بيها الفنان أحمد بدير للمسرح، ويفتتح المسرحية أول فبراير الفنان فتوح أحمد رئيس البيت الفني للمسرح على مسرح بيرما التونسي بالأسكندرية. المسرحية بتدور أحداثها في إطار سياسي كوميدي عن شخص أصيب برصاصة في أحداث 25 يناير ودخل في غيبوبة ويفوق منها يوم 30 يونيو ويحتار جدا إيه اللي حصل الفترة دي في البلد. فيلم ديكور للمخرج أحمد عبد الله هيشارك في مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما وسط 5 أفلام تم اختيارهم، والمهرجان هيبدأ يوم 27 فبراير اللي جاي. الفيلم من بطولة حرية فرغالي وماجد الكدواني وخالد أبو النجا. كذا مرة أدخل الديكور أتخيل نفسي الشخصية اللي بتمثلها شهيرة. تكن نفسك تبقي ممثلة؟ مش بتخيل نفسي شهيرة، بتخيل نفسي الشخصية اللي بتمثلها شهيرة. مالك يا ماما؟ الدم اللي في صباعك ده. حاولي تقدري أنا قد إيه بحاول نعيش حياتنا بشكل طبيعي. أنا تعبت. الفنان إياد نصار بدأ تصوير أول مشاهد مسلسله الجديد حرب اليهود، وقال إياد العرب بود إنه سعيد بالمشاركة في المسلسل ده وإنه أول ما رأى السيناريو ما ترددش ثانية إنه يوافق على الدور. وبيتكلم المسلسل عن الفترة اللي عاش فيها اليهود في مصر، والمسلسل كتبه دكتور مدحت العدل ومن إخراج منذ العدل، وشارك طبعا في السباق الرمضاني اللي جاي. وكان آخر أعمال إياد هو مسلسل موجة حرة. الدنيا كده يا سيد، ناس تؤمر وناس تطيع. إيدكتي ليه تكتي؟ عايزك تبعت لي 2 مخبرين يكمروا لي حمادة غزلان أول ما يرجع بيته. ده حكايتك مع الرجل ده يا سيد؟ قواد، ومصر كلها عارفة إنه قواد، وأنا مش عارف أثبت عليه أي حاجة. منذر ريحنا عطل في رمضان. الفنان الأردني منذر ريحنا قرب ينتهي من تصوير آخر مشاهده في مسلسل حناء الغيث واللي بيصوره في الأردن. المسلسل مستوحى من ملحمة شكسبير عطيل، وتعرض في رمضان اللي جاي. ايه حكاية لفظ الجلالة اللي عامل مشكلة بين داود عبد السيد والرقابة؟ استنى نشوف الحكاية بعد شوية.